نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. وقبل ما نتكلم ونخوض في أحداث اللقاء مرة تانية مع نجومنا الكبار، عايزين ننوه عن حدث عالمي هيحدث بعد قليل، وهو خروج موكب عظيم لملوك مصر القدماء متجهين من المتحف المصري في التحرير. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي والنجم الكابتن عادل مصطفى. مبروك للنادي الاهلي طبعا، ودايما نقول مبروك كده، وان شاء الله باذن الله في المباريات القادمه نصعد ونمر من الفتره اللي جايه كابتن. بحي النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني، خاصه كان فيه الدوافع وكان فيه الشخصيه النهارده كانت موجوده، وانك انت ترجع وتجيب هدفين ده طبعا انجاز كبير جدا للاعبين داخل ميدان اللعب. قبل ما نروح للحكم كابتن ايمن، هسال سؤال الاول لحضراتكم، يعني بشرككم معايا في السؤال. حضرتك كنت حكم الاول، هل من واجبات ودور الحكم فقط احتساب المخالفات الفنيه؟ دي القانون قال له كده بس، ولا هناك واجبات ثانيه اخرى يجب على الحكم ان هو يشتغل بيها في الملعب؟ لا طبعا، في هناك واجبات ثانيه. بالظبط كده. هتكلم في عنصر مهم جدا جدا، ودي يمكن في صلب القانون نمره واحد. كابتن شريف يقول لنا احنا كحكام يجب انك انت توفر البيئه الامنه الصالحه للاعبين داخل ميدان اللعب. بمعنى ايه؟ كابتن شريف النهارده انت كنت موجود بتلعب النهارده، فانت اول لعبه بص تلاقي المنافس بيجي يروح لعب معاك بتهور مره والثانيه والثالثه، انت بتخاف على نفسك، وبالتالي في اشتراكك مع المنافس بتبقى خايف. انت النهارده كحكم دورك انك انت توفر البيئه الامنه والصالحه كابتن عادل للاعبين داخل الملعب. لو احنا لاحظنا الشوط الاولاني هتحس ان هناك اخطاء تم ارتكابها كتير من لاعب نادي المريخ. هو ده اسلوب لعبهم على فكره، هو ده اسلوب لعب صح فريق نادي المريخ. بس انا كحكم هنا دوري بقى ايه؟ هو دوري ان انا احاول احمي النادي الاهلي داخل ميدان اللعب. حسينا النهارده النادي الاهلي النهارده اللعيبه مش متخايفه، ولكن النهارده كل الالعاب اللي دخلت اللاعبي المريخ النهارده في بطاقات اللي هي حتى العقوبات الانضبابيه ما كانتش تتوافق مع الاحداث اللي حصلت النهارده. هروح لي بالتحديد الدقيقه 27 مع لاعب نادي المريخ اللي هو المهاجم اللي هو رمضان عجب تقريبا، في مخالفه مع ايمن اشرف. صح كابتن شريف، انت لو هنا معايا الحاله كابتن علاء، هذه الحاله بنقول عليها لعب عنيف، ان انت بتعمل تاكلينج مش على الكوره. يعني لو معايا الحاله النهارده، لا بنتكلم النهارده دي مش اقصى درجات التهور، انا كنت ممكن ترتقي للبطاقه الحمراء. النهارده اللاعب لعب عمل تاكلينج على الانكل في اللاعب ايمن اشرف، دي حاله من ضمن الحالات اللي احنا بنقول النهارده ايه، كان يجب على الحكم النهارده كابتن ايمن ان هو يوفر الحمايه للاعبي النادي الاهلي، تحس ان النادي الاهلي النهارده خايفه من اللعب الخشن واللعب اللي فيه عنف من فريق المريخ. هتكلم في جزء ثاني مهم جدا، هو انا النهارده كحكم دوري ان انا احافظ على الوقت بدل الضائع للفريق الاقل المغلوب. مش دوري النهارده انا كابتن علاء ده انا اللي بضيع الوقت. النهارده حكم المباراه هو اللي بيضيع الوقت، وهقول لك ازاي بيضيع الوقت. النهارده في الدقيقه 77 انت اشهرت البطاقه الصفراء لحارس المرمى محمد المصطفى حارس مرمى المريخ. اوكي، يعني انت بتدي له البطاقه الصفراء عشان خاطر هو اضاع الوقت في المباراه. افترض من الدقيقه 77 نفس الحارس وهو يكرر اضاعه الوقت كابتن ايمن. انت معايا؟ صح. وما ذلك وراح له برضه. راح له. بالظبط. طب انا النهارده، انت النهارده انا اروح له ليه؟ مظبوط. انت قبل ما اشهر البطاقه ممكن اروح له. صح. طالما اشهرت الصفراء عشان اروح له يبقى اديله الحمراء. تعالى اقول لك على حاجه جميله جدا. هو محمد مصطفى النهارده حارس مرمى المريخ، ما هوش فاهم القانون؟ فاهمه طبعا. اجراءات تنفيذ ركله الجزاء بدري بنقول راح يلعب. راح اكلم معاه. اقف مع حارس المرمى احكي له القانون بيقول ايه؟ ايوه. انا بقول لك النهارده الحكم ساعد النهارده على اضاعه الوقت. انا مش دوري كحكم افهمك، انا بقول لك تحكيم وقائي، من فضلك ما تتحركش اثناء التنفيذ. طب هو السؤال هنا يا كابتن، هل ممكن يكون ده اجراء وقائي منه؟ لان الراجل ده لو اتحرك في ضربه الجزاء هو واخد يلو كارت، واخد كارت اصفر. لو اتحرك في ضربه الجزاء وصد الكوره ممكن ياخد انذار تاني، فكان ممكن يطرد، فيمكن هو راح يفهمه النقطه دي علشان يعني يحذره من حته ان هو معرض ان ياخد كارت اصفر تاني. التحكيم الوقائي مطلوب للحكم، وانا مع حضرتك تماما ان انا كحكم في اجراءات التنفيذ انا
قبل ما تحصل مشكله بلحق المشكله قبلها بالزبط. ولكن ماشي، انا قلت ما اقولش ان هو ما يروحش يقول للحارس، لكن ده شوف الوقت يا كابتن علاء اللي هو قاعد يتكلم مع حارس المرمى وقت كتير جدا جدا، هي كلمتين من فضلك ما تتحركش اثناء الركل، ولو اتحركت هتاخد هعيد وحدي او هحذر رد انذار. ولكن انا بقول النهارده الحكم كان عنده مشكلتين في اداره المباراه كابتن علاء، بغض النظر هو حسب مخالفتين داخل الصندوق 10 على 10 سبب ركله جزاء لنادي المريخ، والخطا والمخالفه واضحه، سبب ضربه ركله جزاء لايمن اشرف وركله جزاء مليون في الميه صحيحه زي ما قلت لايمن اشرف حط جسمه كابتن علاء طلع ذكي جدا جدا، واي حد لما بيحط جسمه في كره وهو بيجري اي احتكاك لابد انك انت تحصل ركله جزاء كابتن عادل انت عارف، وكنت لاعب احتسب مخالفتين صحاح في ركلتي الجزاء. ولكن انا بتكلم النهارده هي للحكم، كان عندك مشكله في احتساب الوقت بدل الضائع، كان عندك مشكله في توفير بيئه امنه للاعبين داخل ميدان اللعب. خبراتك النهارده عدت بالمباراه، نتمنى ان هو في المباراة القادمه ان هو يطور من ادائه في موضوع اضاعه الوقت، موضوع حمايه اللاعبين داخل ميدان اللعب. صحيح. وتعليقك بقى او تقييمك كخبير تحكيمي لاداء الحكم والمساعدين النهارده. تمام يا كابتن، احنا بنقول الحكم نجح في المخالفات الفنيه كويس، ولكن في اداره المباراه ما نجحش قوي. زي ما قلت النهارده انا كحكم مش دوري بس احسب المخالفات يا كابتن علاء ان انا اصفر، ما اي حد ممكن يجي يصفر، ولكن اداره المباراه دي شغلانه كبيره جدا جدا جدا. أي. النهارده يجب انك انت النهارده تشتغل عليها. أي. النهارده الشوط الثاني يمكن الكابتن شريف يتفق معايا، كابتن شريف النهارده تقريبا حتى بإضاعه وقت حارس المرمى بالاصابات النهارده انت سمحت بعلاج اللاعبين داخل ميدان اللعب وده مش موجود. خمسه قعدوا على الاقل كل واحد دقيقه ونص بالظبط، يعني انت النهارده على الاقل 7 دقائق وقت بدل ضايع، ادي الحق في احتساب الوقت بدل الضايع. المساعد النهارده تقريبا المساعد رقم 1 ادى مباراه بشكل كبير، كان تمركز صحيح، كان عنده ربط لحظه لعب الكره وموقف التسلل، لكن عنده تقريبا عنده حاله واحده بس كابتن علاء ما كانش عنده التمركز السليم والتانية مرت منه. المساعد الثاني ما عندوش اختبارات قوي، ولكن بشكل عام بنقول ان القرارات التحكيميه لم تؤثر في نتيجه المباراه، ولكن نخلي بالنا كحكام كبار من اداره المباراه وده شيء مهم جدا جدا. شكرين شكرا جزيلا كابتن ناصر وامتعتنا كالعاده. شكرا كابتن وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. اللي ادينا شايفين على الشاشه لعيبه النادي الاهلي في المطار، طلعوا من الملعب على طول طبعا على المطار في الطريق لمطار القاهره ان شاء الله وصلوا بسلامه الله، وبنبارك لهم مره ثانيه على التاهل لدور الثمانيه، وده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي في كل الازمنه وكل العصور. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين المريخ السوداني والنادي الاهلي والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتاهل النادي الاهلي لدور الثمانيه. حابب نشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر نورتنا. الله يخليك، ميرسي يا كابتن والف شكر ومبروك التاهل. كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن نورتنا. ربنا يخليك ايمن ومبروك التاهل، وان شاء الله النتائج والعروض القادمه تبقى احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه عرابي نورتنا يا كابتن. شكرا ليك ايمن ومبروك التاهل. كابتن عادل نورتنا يا كابتن. الف سلام. شكرا يا كابتن عادل، الله يسلمك. قلناها في الاول بقى. ودلوقتي اعزائي المشاهدين هنروح لبث مباشر مع التلفزيون المصري لنقل موكب والحدث التاريخي، نقل ملوك مصر ال 22 القدامى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.